مثل ما شفنا سوا ضيفنا فنان موهوب بالكلام وقادر يتحدى أهم الأسماء وتحديداً بالجمل الشاطر وبثواني برد عليك وعلى الآفية، وأما بالألحان فباختيار الجمهور شعباله. بالفترة الأخيرة سلسلة نجاحات كرت وراء بعض، عم بحكي عن الفنان عمار باشا. مساء الخير عمار. مساء الخير عمار. مساء النور. شو أخبارك؟ تمام الحمد لله، يا رب تكون أنت بخير في الأوضاع اللي عم نعيشها. إن شاء الله كل اللبنانيين يصيروا بخير بالقريب العاجل. خبرني عمار، وخاصة بهيدي المرحلة شكله عندك تحضيرات جديدة وخاصة بهيدي المرحلة، شو في شيء عن البنزين قريبا؟ في شيء عن هلا دجا عملت قبل ما عنا كهرباء ولا مي لا نشرب، السياسي علينا كهرباء والوضع بعده لورا، شعب معطر كل همه يعيش مستر، باب مستقبلنا مسكر، مين المسؤول يا ترى عرف كيف يدفع. عملت غنية تانية كمان عن السلطة وعن طبعا عم نحكي بس الفاسدين فيهم. هلأ عم حضر لعمل مصاري، غنية إن شاء الله هيك فيها positive vibes صيفية، فيها مسج كتير مهمة إنه مش كل شيء بالمصاري. بتلحق قبل ما يخلص الصيف؟ ايه تقريبا، نحن هلا فايتين تصوير نكست ويك ماكسيموم. كل التوفيق لك عمار. بداية خبرنا، بتحب البيتزا؟ لعملت اغنية خاصة بالبيتزا. كثير بحب البيتزا، هي تعبيرها شوي مجازي يعني، بس طبعا البيتزا بحبها بس قليل جدا لحتى اكل بيتزا لانه كلها عجين وانا ملاحق يو نو الدايت والجيم وهيك. شو فكرتك لك الاغنية؟ فكرة الأغنية بكون أنا مشتغل بمحل بمطعم بيتزا، بتفوت صبية بتسأل عني اللي هي مثل ما بيقولوا قبل الشهرة. لما نزلت أنا عمل أنا بكون عم غني للشهرة، هي بتكون عم تجسد الشهرة. طبعا صعب الفكرة كتير إنها تنفهم، بس لما بعدين بآخر الميوزك فيديو بيوضحوا الأرقام على اليوتيوب كيف عم تعلى، كيف أنا تغيرت شوي هيك نمط حياتي. كنت أشتغل بمحل بيتزا، بعدين بعد الشهرة بطلت أشتغل بمحل بيتزا، صرت بلافل غير، بعدين صار في حدا غيري بيشتغل صديقي كريم. هيدي ستوري؟ هيدي تقريبا تقريبا. أي نوع بيتزا بتحب عمار، ولا ما بتحب البيتزا بالمرة؟ البيتزا بشكل عام كلها بحبها، بس قلت لك قليل لآكل بيتزا. ما عندك فكرة شو الشعور بشا لما تكون تشتهي شغلة وما تقدر تاكلها. طبعا شهوة باكل هيك قطعة صغيرة لما أنا يكون جاي عبالي، بس بخصوص كرمال التمرين وبتعرف الهيلثي لايف العام. طيب بالفترة السابقة كان عندك إصدارات أكثر للأغاني، بالفترة الأخيرة عم نشوف شوي في عندك شح، يعني كل فترة نرجع نسمع عمار باشا بعمل جديد، ليش؟ ما رح أقول لك، هلا أول شيء إن شاء الله رح تسمع، قلت لك غنية المصاري رح تكسر يعني مثل ما بيقولوا على ما في على أي بلاتفورم حتلاقيها، هيدا أول شيء. ثاني شيء متبع ماركتينج بلان حلو كثير وعم بشتغل كليب في مفاجأة، عرفت كيف؟ عم بشتغل كليب في مفاجأة كرمال هيك. هلا كنت بعدين بصراحة شفت الأوضاع أنت شو عم بيصير. أنا صحيح كمان من طرابلس، فبطرابلس بلبنان بالأوضاع المعيشية الاقتصادية الاجتماعية الأمنية، كل ما بدك تجي تقدم خطوة لقدام ترجع 10 و100 لورا. بس عم تقدم موضوع ساخر يمكن بمس بكل الناس، بغير لهم جو وبيضحكوا شوي على الوضع اللي هن فيه، يعني الفنان يمكن بوجباته ببعض المطارح شوي يموه عن الناس، صحيح؟ مزبوط مزبوط، بس انا هلا مثل ما عم اقول لك غنية المصاري فيها بوزيتيف فايبس بشكل مش طبيعي، ما في شيء ساخر ابدا، هو انت عم تحكي شيء انه اعمل شيء فاني، الغنية سيريس مع بوزيتيف فايبس وفيها انرجي ما طبيعيه، فيها توزيع رائع، توزيع لصديقي تايم بوجه له تحيه، تايم شغل شغل كثير حلو بالتوزيع، اخذها لانذر ليفل ومشرقها بشويه ناي، يعني رح نشوف شيء كثير حلو مع مفاجاه بالميوزك فيديو بعلن عنه قريبا. ومثل ما قلت لك خفت الاصدارات على اليوتيوب والميوزك فيديوز وهيك، انا في نزل هلا قلت لك البوم، انا مخلص البوم، خلصت لانشينج، كنت عم بستغل الوضع اللي عم بيصير انه رايقه وما فينا نعمل شيء فنيا والكورونا واللي صار. فانا هلا خلصت 11 غنيه وال11 رح يتصوروا تباعا، مثلا نزلت هلا المصاري شفت انه بعد شهر انا لازم انزل غنيه،
بكون انا صورت وخلصت بكون نزل. طلعت مصاري بصير بتطلع الالبوم كله ان شاء الله. الله يسمع منك يعني. اوكي. رح يحقق برايك شهره مثل ما تحققت الشهره مع باقي عالبوزه يلي شارك بالشو؟ وخبرنا القصه كيف اجى على لبنان وكيف تعرفتوا على بعض. امبارح دق لي كان عم بيقول لي لروح لعنده على تركيا وان شاء الله رح روح لعنده هلا قريبا اذا الله رب الاسابيع القادمه. بصور الكليب وبروح دغري اذا الله رب على تركيا. وعندي مصر، انا بمصر وتركيا هلا عم بشتغل انا وياه لتبع البوزه حموده، بوجهه تحيه كثير كبيره. وانا بشتغل على بمصر على ديو كذا، عندي اثنين ديو مع نفس الشخص، عندي غنيتين نجم مصري هلا صاعد بامتياز واغانيه مكسره الدنيا على تيك توك بكل العالم. مين اسمه وشو اسم الاغنيه؟ احمد عبده اللي بيغني قلبي استوى تعبان ومعروف جدا للغني. أكيد. اكيد احمد عبده. طيب اغاني المهرجانات المعروفين بمصر وانتشروا بالعالم العربي، هل رح نشوف ستيل هيدا معك؟ عامل مهرجانين بس بطريقتي انا، مهرجان مصري بس حطيت التاتش تبع عمار باشا، وعملت غنيه اللي هي تراب ميوزك مع فنانه صايده بتجنن على تيك توك، عندها اكثر من 2 او 3 مليون على تيك توك من مصر، كمان انتشرت بلبنان باللوك اللي بتطلع فيه. تيك توك عم بفيدك منيح عمار يعني، وخاصه بهالمرحله كثار من الناس على تيك توك، فاجت على القد يعني. ايه ايه. لا انا كمان عم كون بيكي بالاختيارات. فهلا ليلي كريا بوجهها تحيه كمان من مصر، عندي ديو معها، فاذا الله رد هيدي هلا الاسابيع والستارز اللي جايين. صح كلها اصدارات اذا الله رد. نعم. طب اطلقت اغنيه بال 2019 تيرارا ورجع اطلقها بشار جواد بسنه 2021 نفس التسميه. خبرنا شو قصه التسميه المتشابهه يلي هي ذاتها. اول شيء بوجه له تحيه كمان نجم صاعد من ذا فويس، وما التقيت فيه ولا 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 صحت لي الفرصه، اكيد بوجه له تحيه. ما بعرف اذا توارد افكار او ما عندي فكره، بس تيرارارا اللي نزلتها أنا مثل ما عم تقولوا بال 2019 كلماتي وألحاني، عملنا هيك صورناها مع المخرج شهاب، ما بعرف شو اللي صار. حتى أنا على فكرة أنا بشكركم أنتم نوهتوا على الموضوع، استغربت من الصحافة ما حكيت عن الموضوع، فأنتوا هلا عم تسألوني عن الموضوع وبأكد للمشاهدين ولكل اللي عم يحضرونا أنه والله العظيم مش متفقين علي، لأنه في ناس بتفكر هيك. لا عن جد انا استغربت لما نزلت الاغنيه وكسرت الدنيا، عاملين لها ماركتينج بلان كثير حلو، اكيد بهنيهم والله يوفقوا. ما بعرف بخصوص موضوع الاسم، انا نزلت الغنيه من 2019 وهو رجع نزل هيدا العنوان تيرارا. هلا هي تيرارا تبعيتي انا، هو يمكن تصرف بتيرارا شال الرا بالاخر. صح. فما بيأثر يعني، عادي نحن بنكون انه إذا ملهمين لحدا غير بيأثر. مين نجح غنيته أكثر، تيرارا بشار جواد أولويز أبريل ولا تيرارا عمار باشا؟ ليك بكل تواضع يعني أكيد كسبت الدنيا، كان لأنه أنا على وقت تيرارا ما كان في تيك توك، كان بعده الأبلكيشن قبل تيك توك على ما أظن، أو بعده ببدايته ما كان كثير معروف تيك توك، هيدا موضوع بياخذوا بعين الاعتبار. ثاني شيء إنه تيرارا كيف بدي أفسر لك؟ يعني انشغل على ماركتينج بلان للاغنيه تيرارا تبعه بشكل ما طبيعي، واصلا زعلت صراحه انه مش على تشانل تبعه، يعني ليش منع على تشانل باسمه؟ فلانه غنيتي على تشانل تبعيتي جابت فوق النص مليون اورجانيك، فانا مبسوط بتبعيتي كثير. بس اكيد لا شك انه الغنيه نجحت وكسرت الدنيا، وتيك توك اكيد له فضل كثير كبير باغنيه. طب صدقنيش موضه الفنان مع دي جي رح نشوفها معك يعني بالقريب العاجل، كثير صار ضارب هذا الموضوع. معي تايم دي جي وميوزك بروديوسر ما طبيعي، بيشتغل مع الاستاذ الكبير جون ماري رياشي، عرفت كيف؟ فهيدا اللي حيصير، هيدا اللي انا هلا مشتغله يعني. ما بصراحه انا ما بحب يعني الحق انا اسم كدي جي معروف، لا انا اي بليف ان دي جي شايف قدامي شو عم يشتغل وشو بيعمل، عرفت كيف؟ نفس الشيء اخراج، نفس الشيء تسجيل، كمان بوجه تحيه للريكوردينج اللي عم يسجل لي استوديو عمر حايك، واللي كمان كان واقف حدي كل فتره محمد جابر من قبل. في لك تحيه كثير كبيره على السوشيال ميديا من كثار من المعجبين وكمان من الاستاذ محمد الذهب، الف تحيه لك. بقول لك ميرسي حبيبي، ميرسي.
اوكي عمار باشا، شكرا لك على هيدي الانترفيو، على امل نشوف عمل كمان مثل ما عودتنا حلو وناجح وتكون معنا بالاستوديو تنحكي عنه اكثر. كلمه نهائيه، يا رب يا رب يا رب يا رب، هالاوضاع اللي نحن فيها، البنزين، المازوت، ما بدي ارجع فوت بشيء نيجاتيف اللي عم نعيشه، النقنق، بس بتمنى انه عن جد ياخذونا بعين الاعتبار، لانه انا ما بدي اطلع من لبنان، انا صح لي روح على تركيا واسكن هناك واللي بدي اياه، وبمصر نفس الشيء، بس لا انا قاعد بلبنان، انا بتسوى الدنيا عندي، لما اروح اخذ الفنجان الملك او القهوه او وانا كزدر وابرم بسيارتي بمناطق انا بعرفها انا بحبها، لبنان ما في اجمل منه، ليه عم نعمل فيه هيك ما بعرف، بتمنى ياخذوا هيك المسج بعين الاعتبار من حدا كثير بسيط، بقول لهم انه انا ما بدي اطلع من لبنان، انا مآمن بلبنان ومتفائل. ان شاء الله ما نخسرك بلبنان عمار باشا، شكرا لك على هيدي الانترفيو. شكرا لك عمار. مشاهدينا حتوقف مع بريك صغير، من بعد البريك جورجات وانا عندنا العديد من الاخبار، ما تغيروا تشانل. نكست.